ضمن تنفيذ المشروع الذي يقوم به مركز دراسات البيئة المبنية تحت شعار تطوير وتنفيذ وسائل تفاعلية لتحسين ساحات المدارس، تم رسم الجدارية الثانية في مدرسة سلحوب الثانوية للبنات. المشروع يموله برنامج دعم مبادرات المجتمع المحلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. هو المشروع بلش قبل سنة، وهو مشروع تصميم تشاركي، معناته أنه نحن بناخد آراء الطلاب والطالبات والمدرسين والمدراء اللي كلهم يعني معنا بهذا المشروع، على أساس إيش التغييرات اللي حابين يشوفوها بساحات مدارسهم. فبعد عملنا كم من ورشة عمل، ومن خلال ورش العمل تعرفنا على شو هم اللي حابين يحققوه، وبعدين نحن رجعنا على المركز وطلعنا تصاميم لكل ساحة بالثلاث مدارس اللي عم نشتغل معهم، وبعدين ورجناهم للطلاب والطالبات وهم أعطونا آرائهم وحسناهم، وهلأ عم نطبقهم. الحيطة قبل ما كانت مرطبة وواعي الدهان وحالة حالة، فلما جينا بدهناها ف يعني بتعطي مساحة أكبر، وكمان عشان الـ CSBE عملوا حديقة ف قررنا كمان نعمل إشي يدخل بالطبيعة، فشوية مناظر طبيعية مع خضار مع ألوان شوي بعكس على المدرسة اللي بكون لونها أوكر. الجدارية تمثل العلاقة المتينة بين الإنسان والبيئة المحيطة، وتشدد على أهمية الحفاظ عليها. ويعمل المركز مع طالبات المدرسة على اختيار جدارية تناسب اهتماماتهم وتلائم التحسينات التي نفذت على ساحة مدرستهم مع الفنان صهيب العطار، وبدعم من دهانات ناشونال. فمن سنتين احنا اشتركنا مع مركز الدراسات للبيئة المبنية، وشاركنا معهم واقترحوا علينا مشروع الغرفة الصفية داخل الحديقة، فرسمنا احنا لوحة جدارية تمثل انها تكون مكملة للحديقة. كثير تعاوننا مع بعض، كان اشي كثير حلو، عملنا اشي مختلف من مدرستنا، عملنا لوحة جدارية زرعنا فيها اشي كثير، وكانت اول مرة من طالبات الصف العاشر مدرسة سلحوب انه نعمل هذا الاشي. كثير احنا كنا مثلا ننزل بالفرصة بفترة الاستراحة ان ننزل على الساحة، كان كثير اشي حلو ان نتفرج على لوحة جدارية، وهذا كان اول اشي اول مرة انه نعملها بمدرستنا. المركز يسعى مع الطلاب إلى تطوير تغييرات قابلة للتنفيذ في ساحاتهم المدرسية، ما يساعد على إشراكهم في هذه الأعمال وتنمية مفهوم العمل الجماعي لديهم. ألا أبو حمدة، رؤيا.